على صعيد آخر الجهاد لا يتوقف، فهناك الجهاد لأجل تحرير الأوطان وتحرير العقول مش الأسس. المهم هرجعك يعني. في بقى جهاد العمل اللي هو حي على الفلاح، تشتغل وتسعى وتتعب. النهارده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان موجود في محافظة الغربية بيتابع المشروعات بتاعة حياة كريمة هناك في المحافظة، وبيشوف ايه اللي بيجرى ومعدلات التنفيذ عاملة ازاي. معانا على التليفون الأستاذ عبد الوهاب الحضري منسق مبادرة حياة كريمة بالمكتب الفني بمحافظة الغربية. أهلا أهلا أهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين لحضرتك. اهلا بالناس الحلوه اللي قاعده عماله بتشتغل علشان نفرح كل مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. قول لي بقى ايه الاخبار عندكم في الغربيه؟ طمنا وفرحنا. الحمد لله رب العالمين. انت عارف حضرتك ان احنا مبادره حياه كريمه، وزي ما سيادتك قلت في المقدمه ان السيد رئيس الجمهوريه لما بيقول كلمه لازم يحققها. احنا النهارده عندنا في محافظه الغربيه ملحمه كبيره جدا بتحصل داخل مركز زفتة اللي كان هو عندنا المرحلة الأولى لانطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مركز زفتة عندنا فيه 54 قرية و88 تابع. ال 54 قرية كان عندنا منهم 16 قرية محرومين نهائيا من خدمات الصرف الصحي. ومع انطلاق المبادرة في شهر مارس في العام الماضي الحمد لله تم تصميم كافة شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد علشان يتم خدمة ال 16 قرية بالكامل. والحمد لله احنا النهارده نسب تنفيذ تجاوزت 70% و80%، وان شاء الله في القريب العاجل هتدخل خدمة الصرف الصحي لل 16 قرية. بالتوازي مع ال 16 قرية اللي كانوا محرومين من خدمات الصرف الصحي وتوصيات السيد رئيس الجمهورية ان كل مواطن لازم يحصل على كافة الخدمات والمرافق، كان عندنا 38 قرية مخدومين بخدمات الصرف الصحي، لكن نظرا لظهور الكتل السكنية خارج الأحوزة العمرانية، الكتل السكنية دي كانت محرومة من خدمات الصرف الصحي. مع انطلاق المبادرة بدأنا نعمل خطط مد وتدعيم وملحمة كبيرة جدا وتنسيق كامل ما بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي علشان نعمل خطط مد وتدعيم وتغيير لشبكات الصرف الصحي المتهالكة، ونوصل خدمة الصرف الصحي لكل أهالينا داخل كرة الريف المصري. ده بالنسبة دي القطاعات الخاصة بالصرف الصحي. مياه الشرب كان عندنا في مشاكل في شبكات المياه والكتل السكنية خارج الأحوزة العمرانية اللي كانت محرومة من مياه الشرب. مع المبادرة الحمد لله عملنا خطط مد وتدعيم لمياه الشرب، وصلنا مياه الشرب لكل أهالينا داخل الكرة الموجودة عندنا داخل مركز زفتة. بالنسبه للغاز الطبيعي احنا كان عندنا 54 قريه داخل مركز زفتة محرومين بالكامل من الغاز الطبيعي. الحمد لله احنا النهارده شغالين في 50 قريه، اعمال الغاز بتتم في جميع القرى داخل مركز زفتة. انهينا خدمه 7 قرى بالغاز الطبيعي، وعندنا منازل دلوقتي الحمد لله بتشتغل بالغاز الطبيعي. المشاكل اللي كنا بنشوفها سيادتك قبل كده من خناقات المواطنين وتكدساتهم على مستودعات اسطوانات الغاز، الحمد لله كل المشاكل دي بدات تقل وما عادش عندنا مشكله في الغاز الطبيعي، نظرا لان الغاز دلوقتي بقى موجود وبسهوله في المنازل الخاصه بالاسر المصريه. كمان عندنا الخدمة الكبيرة والتوجه الجديد للدولة والتحول الرقمي والرقمنة. الحمد لله احنا على مستوى ال 54 قرية داخل مركز زفتة كان عندنا تخطيط لكل القرى ان احنا نغير الكابلات النحاسية الخاصة بالاتصالات عشان سرعات النت الفائقة، والحمد لله احنا شغالين دلوقتي بنعمل تغيير للكابلات النحاسية وبنحولها لكابلات فايبر اوبتكس علشان نقدم الخدمات فائقة السرعة للانترنت والتحول الرقمي. كمان عندنا المنظومة الخاصة بالفلاح المصري والمشاكل اللي كان بيواجهها في نهايات الترع، ان المياه ما كانتش بتوصل بسهولة، وكمان ان المياه كان في هدر كبير جدا بيحصل في المياه والتلوث الموجود عندنا في الترع المصرية. الحمد لله مع انطلاق مشروع حياة كريمة احنا شغالين دلوقتي في 34 مشروع علشان نبطن الترع كلها داخل مركز زفتة، وكل القرى اللي الترع الموجودة فيها يتم تبطينها ونحافظ على المورد المائي والمياه توصل بسهولة لكل المزارعين في نهايات الترع علشان ميبقاش في عندنا مشاكل في المورد المائي.
بالنسبه للقطاعات التربيه والتعليم، الحمد لله احنا عندنا 84 مشروع خاص بمشروعات التربيه والتعليم، ما بين انشاء مدارس جديده وانشاء اجنحه داخل المدارس علشان نفك الكثافات. ويمكن النهارده دوله رئيس الوزراء شرفنا في قريه نهطاي وشفنا المجمع المدارس اللي بيتم انشائه داخل قريه نهطاي، مجمع كبير جدا 54 فصل. ان شاء الله كل الكثافات الطلابيه والفترات المسائيه اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتبقى موجوده عندنا الفتره القادمه لما ندخل ال 54 فصل الخدمه ان شاء الله. كمان عندنا منظومه كبيره جدا في التربيه والتعليم ان احنا كل المدارس يتم صيانتها ورفع كفائتها عشان الطالب يبقى مرتاح وهو موجود داخل المدرسه. قطاعات الصحه الحمد لله عندنا 24 مشروع خاص بمشروعات الصحه. عارف حضرتك ان الدوله دلوقتي بتتوجه الى التامين الصحي الشامل والمنظومه الجديده في التامين الصحي، فاحنا كانت محافظه الغربيه ما كانتش في المرحله الاولى اللي انطلقت في منظومه التامين الصحي الشامل، لكن احنا ان شاء الله بنستعد لمنظومه التامين الصحي الشامل بالبنيه التحتيه الخاصه بالوحدات الصحيه ومراكز طب الاسره. بيتم انشاء 17 وحده صحيه ومركز طب اسره علشان لما محافظه الغربيه تخش منظومه التأمين الصحي الشامل يبقى احنا مستعدين وجاهزين بالوحدات الصحيه. طب ده احنا كده بقى عبد الوهاب ما شاء الله حياه كريمه شغاله في كل القطاعات، يعني لم تترك قطاع الا واشتغلت عليه. خليني الاول اشكرك جدا 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 على هذا الشرح الوافي لما يحدث او لما حدث حتى هذه اللحظه عندكم في الغربيه. كل الشكر اولا للاستاذ عبد الوهاب الحضري منسق مبادره حياه كريمه بالمكتب الفني بمحافظه الغربيه.